حياكم الله جميعا مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، أرجو أن تكونوا على خير، وأرحب بكم وأهلا وسهلا في قناة الثقافة العربية والترجمة مع هذا الدرس الأخير من الدورة الثالثة بالنسبة للسنة الأولى، تخصصات علوم المهندس. فهذا هو آخر درس في السنة وآخر درس في الدورة الثالثة، وبعد هذا سننجز ما تبقى من الدروس، وهي قليلة، ربما أربعة دروس فقط سننجزها، وبالتالي ننهي كل المقرر الخاص بمسالك علوم المهندس بأكملها MPSE PCSE WATSE وMP إلى غير ذلك في نسبة السنة الثانية. نعم، إذن مقدم هذه الحصة نور الدين حالي، مدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بمدينة الناظور. الدورة، إذن نحن في الدورة الثالثة، دائما في المجزوءة بين الشرق والغرب، لو موديول أونتخ لوريون إلو لوكسيدون، والوحدة الثانية، ونحن كما قلت في الحصة رقم 8، وهي آخر حصة في هذه الدورة، الدورة الثالثة، وهي تخصص لتعبير كتابي عنوانه الإنسان المغربي. الهدف من التعبير معروف، وكذلك المنهجية أضحت معروفة لديكم، والموضوع هو الآتي: اكتب إنشاء بالعربية من 150 كلمة زائد ناقص 10% دون شك في الموضوع التالي، موضوع حساس شيئا ما. في رأيك، هل الإنسان المغربي يعاني من انفصام في الشخصية بتردده بين الثقافة العربية والثقافة الغربية؟ استيعاب الموضوع، نبدأ بكلمة المفاتيح: المعاناة من انفصام في الشخصية، تردد بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. طبعا هنا ذكر في النص الخاص بالكبير الخطيبي هذه المسألة، لذلك لا بأس من استثمارها في هذا التعبير الكتابي. نعيد صياغة الموضوع بشكل إشكالي: إن المثقف المغربي كما يذهب إلى ذلك عبد السلام بن عبد العالي ازدواجي بطبعه، في خضم ثنائيات ثقافية واضحة في المجتمع المغربي،
لذلك دائما تجد مثلا نتكلم عن البلدي والرومي إلى غير ذلك. الثنائيات موجودة، وتحدث عليها بإسهاب الأستاذ عبد السلام بن عبد العالي. فمتى تكون هذه الازدواجية طبيعية؟ ومتى تصبح انفصاما في الشخصية بالمعنى السيكولوجي؟ هذا الطرح الإشكالي. نبدأ بالأطروحة وحججها. قد يتعايش المغربي مع التجاذب بين ثقافتين. برهان هذا التعايش هو الإيمان بالاختلاف إيمانا عميقا، إذ بمجرد أن يقتنع الشخص بالاختلاف سوف لن يدخل في أي علاقة توتر مع أي جهة من الجهات، وهذا من شأنه طبعا أن يقوم بتحييد الصراع وفسح المجال للأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. الأطروحة النقيض: لكن قد يعيش المغربي صراعا قلقا يؤدي به إلى الانفصام أو الانفصام في الشخصية. صورة المغربي السلبية هذه ذكرها عبد الكبير خطيب، ذلك أن المغربي كفرد يعاني من انفصام في الشخصية. التركيب خلاصة القول إن الوسيلة المثلى للإفلات من قبضة الانفصام في الشخصية في المجال الثقافي هو الاستمساك بحبل الإيمان بالاختلاف والأخذ والعطاء. صياغة العرض: قد يتعايش المغربي مع التجاذب بين ثقافتين، الثقافة العربية الإسلامية التي استقاها من وسطه المحافظ ومن الإرث الثقافي للأجداد، والثقافة الغربية التي أصبحت أمرا واقعا يفرضه سياق العولمة التي تسللت إلى البيوت والعقول دون أن تستأذن أيا كان. وبرهان هذا التعايش هو وبرهان هذا التعايش هو الإيمان بالاختلاف إيمانا عميقا، إذ بمجرد أن يقتنع الشخص بالاختلاف سوف لن يدخل في أي علاقة هذا يجوز الوجهان وأية علاقة توتر مع أي جهة ومع أي جهة من الجهات، وهذا من شأنه طبعا أن يقوم بتحييد الصراع وفسح المجال للأخذ والعطاء والتأثير والتأثر. لكن إذا حصل أن انحاز الشخص إلى قطب من الأقطاب وقرر أن يدور فقط على فلك قيمه القديمة بينما تجده يعتمد في حياته المعاشة على وسائل من صانعة القطب الذي يعاديه، فهذا الشخص معرض لانفصام في الشخصية يتزايد مع القلق والصدام والعدوانية إن المثقف المغربي كما يذهب إلى ذلك عبد السلام بن عبد العالي ازدواجي بطبعه في خضم ثنائيات ثقافية واضحة في المجتمع المغربي. فمتى تكون هذه الازدواجية طبيعية ومتى تصبح انفصاما في الشخصية بالمعنى السيكولوجي؟ إذن تحرير التركيب كنا قد رأيناه سابقا، والآن نمر مباشرة إلى لكي نكون موجزين قدر الإمكان نمر مباشرة إلى التعبير الكتابي. هذه المقدمة العرض والخاتمة. فقط أريد أن أعلق على المادة التي بها أقوم بصياغة هذه الأمثلة، هذه أمثلة فقط من التعبير الكتابي، وهي كلها مأخوذة من المقرر. فتجدني أتحدث عن عبد السلام بن عدلاني لأنه مبرمج في مقرر الثقافة العربية والترجمة، وتجدني أتحدث عن عبد الكبير خطيبي لأنه مبرمج، وتجدني أتحدث عن عبد الله العروي لأنه مبرمج إلى غير ذلك. فبالتالي فالمادة التي بها يمكن لتلاميذنا الأعزاء ولتلميذات العزيزات أن يصوغوا بها ويشكلوا بها تعابيرهم الكتابية هي المقرر في حد ذاته، وذلك محبب، وإلا إذا كانت هناك معلومات من خارج المقرر لكنها وجيهة وتستحق الذكر فليقوم بذكرها، فليقوم يعني لأن هذا المفتوح لأن هذا الباب هو باب مفتوح. التعبير إنما يستهدف أولا خلق تلك الروح النقدية، تلك الإسبري كريتيك، إذا الحس النقدي، فهو مطلوب وهو الغاية من كل هذا التعبير الكتابي. نعم، شكرا لكم على حسن تتبعكم، وألقاكم في حصص أخرى مع ما تبقى من الدورة الثالثة من مقرر السنة الثانية
في مسالك علوم المهندس. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.